أعزائي المشاهدين، يسعدنا أن نلتقي بكم مرة أخرى في برنامج أسئلة عن الإيمان، ونرحب بضيفنا الكريم القنمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا بكم. أهلا بك. أعزائي المشاهدين، تكلمنا في الحلقة الماضية عن براهين الوحي، وفي هذه الحلقة سنتكلم كيف جمع الكتاب المقدس وكيف جمع القرآن أيضا. واسمحوا لي أن أشارك معكم بعض الآيات التي ذكرت في الكتاب المقدس عن كلمة الله، لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذو حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، ومميزة أفكار القلب ونياته، وليست خليقة غير ظاهرة قدامه، بل كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا، لأن الله هو فاحص القلوب والكلى. السؤال الأول هو كيف جمع الكتاب المقدس حتى وصل إلينا في هذه الأيام؟ من بداية الكتاب المقدس، من أيام التوراة التي كتبها بالوحي موسى النبي، نراه يؤكد على حقيقة مهمة جدا حفظت للكتاب المقدس حفظه. ففي سفر التثنية لموسى النبي يقول: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب واحد، فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك، ولتكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك، قصها على أولادك، وتكلم بها حين تجلس في بيتك، وحين تمشي في الطريق، وحين تنام، وحين تقوم، اربطها علامة على يدك، ولتكن عصائب بين عينيك، واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك. ما المقصود بإسرائيل هنا؟ الإسرائيل الحالية؟ شعب الله الذي كان بيمهد أن يأتي منه لخلاص البشرية. نعم. فكلمة إسرائيل هنا لا تعني إسرائيل الحالية. ما لا، مش الصهيوني يعني. نعم. مش الصهاينة. نعم، نتكلم على شعب الله اللي هو بيذكرها القرآن اليوم. نعم. نعم. بيذكرهم برضو. ويزيد في سفر التثنية صح 11 يقول: فضعوا كلماتي هذه على قلوبكم ونفوسكم، واربطوها علامة على أيديكم، ولتكن عصائب بين عيونكم، وعلموها أولادكم متكلمين بها حين تجلسون في بيوتكم، حين تمشون في الطريق، وحين تنامون، وحين تقومون، واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك. شوف التركيز والتأكيد على العناية بكلمة ربنا أن تحفظ. ويقول كمان للملك: فإنك تجعل عليك ملكا الذي يختار الرب من وسطك. ولما يأتي هذا الملك بقى، شوف يقول له إيه: عندما تجلس على كرسي مملكته، يجلس على كرسي مملكته، يكتب لنفسه نسخة من هذه الشريعة في كتاب من عند الكهنة اللاويين. يعني إذا الكتاب محفوظ في الهيكل عند الكهنة واللاويين، ينقل منه، فتكون معه ويقرأ فيها كل أيام حياته، لكي يتعلم أن يتقي الرب إلهه ويحفظ جميع كلمات هذه الشريعة، لئلا يرتفع قلبه على إخوتها إلى آخره. نعم. يبقى إذن العناية بكلمة الله وحفظها كحلقة دارية. حتى القرآن بيشهد لأهل الكتاب أنهم يحفظون الكتاب كأولادهم. فكان الكتاب دايما بيتحط في الهيكل بتاع اليهود ويقرأ منه على الشعب كله. ولما راحوا في السبي، هم عندهم طريقة أنهم بيخبوه في حتت حجرات معينة خفية تحت الهيكل، فلما عادوا من السبي استخرجوه أيضا عزرة ونحمية نفس الأصفار. فإذا الكتاب المقدس محفوظ في العهد الجديد أيضا. التلاميذ كتبوا عن السيد المسيح رسائل وبشاير، بشاير يعني بشروا. وهذه حفظت في الكنائس
لا يمسها حد إطلاقا. وذلك الكتاب المقدس محفوظ حتى بشهادة القرآن أن الإنجيل لم يتوجه إليه كلمة نقد واحدة في القرآن أنه حرف أو تغير أو أي شيء. الإنجيل ممكن يكلم عن التوراة أنهم يحرفون الكلم عن مواضعه المعاني، لكن بالنسبة للإنجيل لم ترد آية واحدة أن حصل فيه تغيير أو تبديل أو محو أو نسخ أو امتدت إليه اليد لتحرفه. فمن هنا كانت حفظ الله لكلمته دائما بلا تغيير ولا تبديل. فالنسخة الحالية التي تستخدمها الآن هل هي مطابقة لنسخ قديمة؟ بالتأكيد تأكيد، بس عشان خاطر نخش في موضوع المخطوطات القديمة ده محتاج لندوة تانية غير اللي احنا نتكلم فيه ده. فهل ممكن يرجعها لندوة أخرى؟ بإذن الله. هناك سؤال آخر أيضا، كيف جمع القرآن؟ كيف جمع القرآن؟ يعني احنا عرفنا الكتاب المقدس وفضل القرآن، ماشي. القرآن الحقيقة يذكر حسب قراءاتي من الإنسايكلوبيديات، دوائر المعارف، بالكتب المتخصصة، فيذكروا أن هناك أربع مرات اتجمع فيها القرآن تجميعه. المرة الأولى يتحدثون عن تجميعه أيام النبي، القرآن في عهد النبي كان محفوظا في صدور الصحابة ويسموه ده تجميع في الصدور، مش مكتوب يعني. كانت أجزاء منه مكتوبة على الرقاق، يعني ورق يصنع من الجلد واللخاف حجر أبيض رقيق، والعصب جريد النخل، وأكتاف النعام العظم. وهكذا لم يكن القرآن في عهد محمد مجموعا في كتاب، يعني ما كانش في مصحف. حتى مات سنة 632 ميلادية اللي هي سنة 10 هجرية، ما كانش متجمع لكن كان مجموع في الصدور. أول تجميع ليه في كتب كان في عهد أبو بكر الصديق. لما كثيرون من الحفظة للقرآن ماتوا في المعارك والحروب، عمر أشار على أبو بكر أن هم يجمعوا القرآن في مصحف. لاحظ عمر بن الخطاب أن عددا كبيرا من حفظة القرآن قتلوا في معارك الإسلام، وخاصة في وقعة اليمامة في عهد أبو بكر سنة 11 هجرية، يعني بعد الرسول ما مات بسنة. فهرع إلى أبي بكر وطلب منه تجميع القرآن في مصحف واحد خشية ضائع. فطلب أبو بكر من زيد ابن ثابت أن يقوم بهذه المهمة في جمع القرآن. تم ذلك وجمع القرآن بالأحرف السبعة، يعني القراءات المختلفة. وحفظ المصحف عند أبي بكر، ثم عند عمر من بعده، ثم عند حفصة بنت عمر بعد وفاة وقتل عمر. وكان مرجعا للمصحف الذي أقره عثمان ابن عفان ثم أرجعه إليه. وبعد موت حفصة استولى مروان ابن الحكم حاكم المدينة على هذا المصحف الذي كان يعتبر المرجع الأصلي للقرآن كما قرأه محمد، ثم دمره وشققه ومحاه من الوجود. ده مين؟ مروان ابن الحكم. الكلام ده بيتحكي فين؟ في أي سنة؟ هل مذكور أي سنة؟ بعد موت عمر. بعد موت عمر، نعم. وبعد موت حفصة. الكلام ده موجود في صحيح البخاري باب الفتح حديث رقم 4000، وأيضا في دلائل النبوة للبيهقي جزء الثالث صفحة 277، وأيضا في كتاب السيوطي الإتقان في علوم الإتقان، الإتقان في علوم القرآن جزء الأول صفحة 60، وفي كتاب المصاحف للسجستاني، كتاب المصاحف مش حيبان قوي علشان خاطر زغلل. إذن ده التجميع الأول في كتاب
للقرآن واختفى وشقق ودمر على يدي مروان ابن الحكم. التجميع بقى المهم قوي في التاريخ الذي تم في عهد عثمان بن عفان. رأى عثمان اقتتال المسلمين فيما بينهم لاختلاف القراءات السبعة، ما هو القرآن كان على سبع قراءات يعني سبع أحرف، فأمر بإعادة جمع القرآن سنة 25 هجري، فجمعت سبعة قرآنات مختلفة لما جاب الرواة وقعدوا يجمعوا منهم القرآن ويكتبوها، طلع سبع قرآنات مختلفة. طبعا استعانوا بمرجعية المصحف الذي جمعه أبو بكر الصديق والذي حفظ عند حفصة قبل ما يمزقه ابن الحكم مروان ابن الحكم. عمل ايه عثمان لما بقى سبع مصاحف مختلفة والناس بتقتتل لأن من أجل هذا الاختلاف، فعايز يحقن الاقتتال، فإيه اللي عمله؟ حرق ست مصاحف وخلى مصحف واحد. وضع غريب، غريب الشأن جدا يعني يعني علامة استفهام قد كده. إزاي تتحرق ست مصاحف واستنى مصحف؟ دي قضية كبرى يعني لازم تراجع التفكير فيها. مصحف عثمان يخلو من التنقيط ومن التشكيل. مفيش أي تشكيل. مفيش أي تشكيل، كلام كده من غير أي نقط، لا البه تبان من التاه من الياه ولا السه ولا أي حاجة. الكلام ده موجود في السجستاني هنا صفحة 7. نسخة من هذا المصحف الذي دعي المصحف الإمام نسخا وأرسلت إلى العواصم كلها الإسلامية. أنت تقول عثمان حرق ست مصاحف، فكم كانت عدد المصاحف؟ هل كان أكثر من ستة أو سبعة؟ كتير، بس خليني أكمل التجميع. نعم. وبعدين فكرني بالسؤال ده حضرتك. نعم. القرآن بقى تجميعه في عهد الدولة الأموية. لما كانت الأبجدية العربية لا تنطوي على أحرف محركة، قام الأمويون في العراق بإعداد مصحف جديد مضبوط بالشكل تلافيا لأخطاء القراءة. لطيف. يبقى هنا في تجديد في الموضوع. نعم. عشان خاطر الحروف المتحركة. في الموسوعة العربية الميسرة الضخمة دي صفحة 690 يقول لك لما كثر الخطأ في قراءة القرآن، تهالي ان انا لو طلعتها من هنا هيبقى اوقع، صفحة 690 في هذه الصفحة يقول لما لما كثر الخطأ في قراءة القرآن عهد إلى نصر ابن عاصم بضبطه. مين ده؟ الحجاج ابن يوسف الثقفي. كلام ده 600 سنة 660 إلى 714. ولما كثر الخطأ في قراءة القرآن عهد إلى نصر ابن عاصم بضبطه، وكان فصيحا خطيبا، وكان يعتمد على الألفاظ الجزلة الضخمة غير المألوفة والاستشهاد بما يماثلها من أشعار. فيبقى إذن الحجاج بن يوسف الثقفي عمل قرآن جديد فيه حروف متحركة وتشكيل وتنقيط إلى آخره. والكلام ده مذكور في السجستاني. كل الكتب اللي بتبحث في القرآن وعلم القرآن عن الحجاج بن يوسف الثقفي يقول كده في صفحة 49 هنا، غير الحجاج صفحة 49. حاجات دي خطيرة، أنا اتهيالي إن يعني الوعي بيها مش موجود، يعني ما حدش بيدرك الحاجات دي. نعم. أهو باب ما كتب الحجاج بن يوسف في المصحف.
حدثنا عبد الله، حدثنا أبو حاتم السجستاني، حدثنا عباد ابن صهيب أن الحجاج ابن يوسف غير في مصحف عثمان 11 حرفا. قال كانت في البقرة لم يتسنى وانظر، بغيرها فغيرها لم يتسنه، وعمال يعدد ما هي الأخطاء اللي ذكرها. 11 حرف غيرهم الحجاج في القرآن. السؤال هنا اللي أنا بسأله كإنسان بيفكر، القرآن ده مش في اللوح المحفوظ ونازل من اللوح المحفوظ المفروض، وقال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، اقرأ باسم ربك، باسم ربك الذي خلق. طيب نعم. لما كده طب ازاي يتغير في الحروف؟ ازاي يتحرق؟ ازاي يدمر؟ دي كلها امور لازم يسأل فيها الانسان الاوضاع دي اولها ايه واخرها ايه. يعتبر مصحف العراق اساس الطبعة المتداولة حاليا في العالم الاسلامي. الكلام ده موجود في كتاب السيوطي الاتقان في علوم القرآن صفحة 351. فأدي جمع القرآن على هذه المراحل. أمر يحتاج إلى أسئلة كتير، يعني موضوع أسئلة كتير. إزاي ده يتفق مع العقل؟ إزاي ده يتفق مع المنطق؟ إزاي يتفق مع أن ده قرآن في لوح محفوظ ثابت لا يتغير، ونشوف فيه كل الأمور اللي بتحصل دي. طب المسلم يدي حياته لمين؟ يعني أنا دلوقتي افرض واحد مسلم دلوقتي عايز يعيش الحياة، يعيش الحياة سليمة اللي يضمن بيها انه ماشي صح الى ابدية يتمناها. نعم. طب وبص يلاقي كل الشخبطات دي، طب هيتبع ايه؟ يمشي ازاي؟ نعم. دي امور عايزة تفكير. نعم. نرجع الى موضوعنا. انت ذكرت ان عثمان حرق 6 مصاحف، فهل كان أكثر، هل كان هناك أكثر من 6 مصاحف في ذلك الوقت؟ نعم. كان في مصاحف كتير بصريح العبارة يعني. كان في مصاحف كتير قوي. برضو كتاب المتخصص السجستاني ده المتوفي سنة 613 هجرية يذكر في كل صفحات كتابه لحد صفحة الكتاب كله بيوصل لحد 224 صفحة. بيذكر في كل الصفحات ديت كل مصحف كان موجود ونبذة عليه، فبيذكر كم مصحف؟ نعم. يذكر 26 مصحف كانوا موجودين. 26 ويذكرهم بالاسم، وكل مصحف بيدي نبذة عليه. هل لك أن تذكر بعض؟ نعم بالتأكيد. تأكيد. مصحف عمر بن الخطاب، ومصحف علي ابن أبي طالب، مصحف أبي ابن أبي كعب، مصحف سالم مولى حذيفة، مصحف عبد الله ابن مسعود، مصحف أبو موسى الأشعري، مصحف عبد الله ابن عمر، مصحف أبو زيد، مصحف معاذ ابن جبل، مصحف عبد الله ابن عباس، مصحف عبد الله ابن الزبير، مصحف عائشة، مصحف أم سلمة زوجة النبي، مصحف عبيد ابن عمير الليثي، مصحف عطاء ابن أبي رباح، مصحف عكرمة، مصحف مجاهد، مصحف سعيد ابن جبير، مصحف الأسود ابن زيد، مصحف علقمة ابن قيس، مصحف محمد ابن أبي موسى، مصحف حطان ابن عبد الله الرقاشي، مصحف صالح ابن كيسان، مصحف طلحة ابن مصرف، مصحف الأعمش. الغريب في الوضع مش إنها مصحف. هل هذه المصاحف كانت نسخ لمصحف واحد؟ لا. بدليل هنا في كلام السجستاني صفحة 5 يقول إن ابن مسعود، عبد الله ابن مسعود، وده اللي حفظ من الرسول 70 سورة،
يقول إن هناك بين هذه المصاحف أكثر من 1700 اختلاف. 1700 اختلاف. هل هذا الكلام كان معروفا أو مفهوما ولا من الأمور اللي بتعتم؟ ترى ماذا حصل لكل هذه المصاحف؟ مش موجودة. مش موجودة، غير موجودة. ودليل بقى الأخطاء اللي موجودة اللي هي بيحكي عليها السبعتاشر ألف، مدي لها أمثلة كثيرة كثيرة. يعني مثلا في كتاب صادر في الكويت، الكتاب اسمه معجم القراءات القرآنية. كاتب الكتاب ده علماء مسلمين اتنين، الدكتور عبد العال سالم مكرم والدكتور أحمد مختار عمر. نشرت الكتاب ده دار السلاسل في الكويت، والطبعة الأولى كانت 1982 وصادر في 6 أجزاء، وجامعة الكويت نفسها هي اللي نشرها. بيقول عدد كبير، بيقولوا في الكتاب عدد كبير من المصاحف كتبت حتى وقت عثمان بن عفان الذي أمر بإحراق كل المصاحف المخالفة لمصحفه الرسمي، مثل مصحف علي بن أبي طالب، مصحف ابن مسعود، مصحف أبي ابن كعب، أبي ابن كعب. وبعدين طرق قراءة القرآن، بيقول 7 طرق تسمى بال7 المثاني، و3 طرق أخرى تسمى بالمكتملة، و4 أخرى بالشاذة، وقراءات السبع وأتباعهم نافع وقالون إلى آخره. وقراءات تختلف القراءات بقى فيما بينها فيما يلي بعض الإيه؟ الاختلافات. نعم. لا ده بيقولوا أنواع الاختلافات في الكتاب ده، أنواع الاختلافات. نعم. 1 اختلافات في الإملاء. 2 اختلاف في الحركات. 3 اختلاف في الإعراب. 4 الاستبدال بكلمات مشابهة. 5 تغيير مواضع كلمات. 6 إضافة أو حذف كلمات. نعم. جناب القمص، قبل أن يدركنا الوقت، لدينا سؤال يقول: أنتم تقولون كل هذه الأقوال عن القرآن والإسلام، فماذا عن الإنجيل؟ أنتم لديكم 4 أناجيل، فماذا، فكيف تجيب على ذلك؟ هو احنا في الواقع ما هيش اسمها، مش اسمها 4 أناجيل، اسمها 4 بشائر. لأن كلمة إنجيل كلمة يوناني معناها بشارة مفرحة. نعم. فالإنجيل واحد، لكن اللي بشر بيه، فبقت البشارة بشارة مفرحة، أخذ الإنجيل وبشر بيه. نعم. فبقى متى واحد من اللي بشر هذا الإنجيل بالعبري للجماعة اليهود. مرقس بشر بيه، لوقا بشر بيه، يوحنا بشر بيه. الكتاب واحد، ولذلك الموضوع واحد، وهو حياة السيد المسيح وأعماله وموته الكفاري وخلاصه للبشرية ودمه اللي سال من أجل الناس طريق للخلاص. نعم. الموضوع واحد، بس ده بشر به هنا، وده بشر به هنا، وده بشر به هنا، فعرف زي أسماء الصور. نعم. زي أسماء الصور. يعني سورة البقرة، سورة النمل، هل هو فعلا بقرة اللي عملت الصورة؟ لا، لكن عرفت بهذا الاسم. يعني هناك أيضا بعض الاتهامات التي تقول هذه 4 أناجيل تختلف عن بعضها البعض، فماذا تقول لذلك؟ يعني على المدعي البينة. نعم. يجيبوا لي فين الاختلاف وإحنا نفسره ونوضحه. نعم. يعني مثلا من ضمن الاختلافات اللي بيقولوا عليها سلسلة نسب المسيح في متى بشكل وفي لوقا بشكل تاني. طبعا الظاهر كده اختلاف، يقول لك اختلاف تضارب. طب حسب، افهم الخلفيات عشان تقدر تحكم. فمتى بيكتب للعبرانيين، فبيكتب نسب المسيح من الناحيه الشرعيه. لان كان في قاعده وقانون في الشريعه القديمه، لما يموت واحد ولا يخلفش عيال، اخوه يتجوز ويخلف عيل يتكتب باسم اخوه اللي مات، لكن هو واقعيا ابن الأخ اللي حي. نعم. فيبقى إذن الأسماء ممكن تكون اسمين مختلفين للأب.
ده أبه الشرعي بحسب الشريعة وده أبه الفعلي بحسب أنه هو اتجوز مرات أخوه وخلف عيل. وفي نسب من عند يوسف ونسب عند العذراء. نعم. فما فيش اختلاف، هي ظاهريا اختلافات لكن بالدراسة تتأكد لك صحتها. سؤال أخير ولنا دقيقتين من الوقت، ماذا تريد من هذا الحديث؟ وردتنا أسئلة كثيرة، أن في كلامك هذه الأشياء تبدو كلها عدائية للمسلمين والإسلام، ماذا تقول لذلك؟ أقول أقول أن دافعي كله الحب. نعم. وليس في هذا أي ذرة من عداء لأي إنسان. نعم. يعني كون أن أنا بقول للإنسان اعرف طريقك الأبدي يبقى أنا بتهجم عليه، ده محبة. طب ما الواحد يسيب الناس تروح في اللي هي الطريق اللي هي ريحاه، لكن حبا للإنسان أنه لا يهلك. نعم. فأنا بقول له فكر لا أكثر ولا أقل. فأنت تقول المسلم في هذا الوقت أنك أنت تريد أن تفتح عين المسلم على طريق الحياة الأبدية. تماما كده. نعم. طريق خلاص نفسه، طريق خلاص، لأن الإنسان خاطب طبعه. نعم. وخطيته محكوم عليه بالحكم الهلاك الأبدي. نعم. الله صنع وسيلة للفداء والخلاص. المسيح. نعم. الذي جاء فاديا. نعم. ليه الإنسان يحرم نفسه من طريقة الخلاص وهو مش عارف ليه؟ شكرا جناب القمص. أعزائي المشاهدين، الرب يسوع يقول إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات، أما بنو الملكوت فيطرحون إلى الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصري الأسنان. أعزائي، بعض ما قيل قد يكون مؤذي ومجرح جدا، بل بالحري هو محزن جدا، وبعض الأشياء التي ذكرت قد تكون مضحكة، لكن شر البلية ما يضحك، والله يقول لنا امتحنوا الكتب وفتش الكتب. لذلك عزيز المشاهد، ارفع قلبك معي الله واطلب أن تعرف الحق الإلهي. شكرا وإلى اللقاء. شكرا. شكرا لك.